يعني أنا كنت أصغر محاضر بتاريخ مادة فنون جميلة، كان عمري 25 سنة. هو الفنان العراقي الكبير جبار جودي. معهد الفنون الجميلة تحول من عمادة إلى إدارة أي إعدادية. لو كان غيرك في منصبك الآن، هل تعتقد أن النقابة تستطيع أن تقاوم؟ ضي القمر الليلة 12 منتصف الليل بتوقيت بغداد على MBC العراق. رمضان يجمعنا.